هو هاد العملية كما كتشوف دابا الزيت إلا كتجنيها باليد كتولد ليك العام الجاي، بحال دابا الجرادي وداكشي كيكونوا شجار كبارين، ما عندكش كيفاش تجنيها باليد، كلا بدا من العصا، فاش كتضربها بداك العصا ما غاديش تولد ليك هاد العام. هاد العام واحد العام كتمنك واحد العام كتولد، حيت كتاكل الدق، وهداك اليد ديالها كترسها بداك العصا ما كتولش على عامين. داك عام الاول يلاه كترجع شويه كتكون شجره، المهم العام الثاني عاد كتولد. هاد العمليه ديال الزيتون، الزيتون زيت الزيتون راه مزينه في المنطقه ديال تاكانت، بالنسبه للمنطقه ديال تاكانت معروفه بزيت الزيتون، زيت الزيتون جائده مذكوره في القران العظيم، والخدمه ديال الزيتون يعني كتكون في هذا الموسم بحال في اكتوبر يعني شهر 11 شهر 12 شهر 1، ومزيانه يعني من البدايه ديالها كتخدم بحال هاد الشينيت، كنسوسها باليد ولا بالعود ولا بالديبرور، ولكن الخدمه مزيانه وهو ديال اليد، حنا كنقولوا التخريط، كنخرطوها باليد. و اليد يعني كتحتفظ على الشجره ديال الزيتون، وغنفس الوقت الشجره كتحفظ على النوار ديالها وكتحفظ على العود ديالها باش العام الجاي عاوتاني باش تولد مزيان، ماشي بحال الا سستيها بالعود كتهرس ما كتولد كتمنك العام عاد تولد في العام الثاني. ديبرو حتى هو مزيان شي شويه، ولكن ديبرو حتى هو كيقضي على الشجره ديال الزيتون، كيزعق وكيهرسها بزاف، ومزيان تخرطها باليد بحال هكا وتلقطها وتحيد بحال هادشي بحال هاد الخضره هادي. هاد الخضره دابا راه مزيانه للزيتون ديال الطاجين. فعلا بصراحه هاد العام راه قليل الزيتون شي شويه بزاف على حساب الامطار، قليل هاد العام بزاف. بحال هادي اللي كتسقي بسميتو بالابيار مزيانه، ولكن بحال هادشي ديال تارك اللي كتسقي بالماء ديال العين ناقصه بزاف على العيمان الاولين. هادشي اللي كاين العام تقريبا غيكون موجود ولا ما موجودش؟ هذا ديال شي شويه تقريبا واحد 25% بحال العيمان الاولين ناقصه شي شويه. لا هذا العام ما كاينش الزيتون قليل بزاف، الا في بعض المزارع ولا قلنا في بعض الضيعات اللي كان اللي عندها الفرشه المائيه شويه وهاد الابار كيعاونوا بهم، ولكن الانتاج هذا العام السنوات الماضيه راه ضعيف بزاف، وخصوصا في الجنانات اللي هي مشتركه اللي كتابعه لتاكانت اللي موجوده فيها واحد العدد كبير ديال اشجار الزيتون، هذا العام شبه منعدم ما كاينش شجر الزيتون نظرا لتساقط السبب هو قله التساقطات المطريه والمياه الجوفيه اللي تراجعات، وخصوصا ما غاديش نهضر دابا على الضيعات، غادي نهضر على جامعه تاكانت اول ملكيه، لان بعض الابار اللي تحفر فوق العين ديال تاكانت اللي كتسقاو منها الشجريت تحفروا تما واحد المجموعه كبيره ديال الابار اللي كتستغرب الطاقه الشمسيه، هما اللي خلاو الفرشه المائيه باش تراجع بزاف مختلطه، كاين الدلاح كاين المهم الخضروات كاين بزاف جميع الانواع ديال الانشطه الفلاحيه كتستعمل في هاد الابار هادو في تراجع المياه الجوفيه بزاف، وقله الامطار راه هي السبب الرئيسي. كنطلب الله يرحمنا في العام هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكما كتعرف بان وكيعرف الجميع بان تاكانت معروفه بشجره الزيتون منذ القدم، منذ جدودنا وصلنا كان كيكتفي بالاكتفاء الذاتي، موجود واحد العدد كبير الناس اللي كيستغلوا، كاين اللي كي في المثال العام اللي فات فكان الخير كاين اللي وصل حتى 600 لتر على الانسان عادي، 600 لتر ديال زيت الزيتون بطريقه تقليديه في المعصارات التقليديه، ولكن هذا العام تراجع، الا اننا الحمد لله بعد فهاد الضيعه ديالي كان عندي شويه المياه الجوفيه والبير اللي عندي هنا كنستغل فيه اللي عطاتني هذا اللي خلاتني باش هذا العام نستفد شويه في هذا الانتاج ديال شجره الزيتون.